إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المحاضرة كما علمتم عنوانها رفقا بالمذنبين. فلماذا نترفق بالمذنبين؟ وماذا نعني بالترفق بهم؟ هل بتركهم قائمين على ذنوبهم؟ أم بعدم الإنكار عليهم؟ أم أن هناك شيئا آخر غير هذا؟ يجب أن نعلم أن هذا المذنب هو شخص يعيش بيننا، ربما يكون أنا، وربما تكون أنت، وربما يكون شخصا آخر. إن هذا المذنب هو شخص زلت به قدمه في طريق المعاصي، وتعثرت به دابته في صحراء الوهم، وتعطل به مركبه في بحور الآثام. المذنب حزين القلب، يعاني لوعة الحرمان وفقد الأمان وضياع المستقبل وانفراط الأمل. إنه يحتاج إلى من يأخذ بيديه إلى مرفأ الأمل ونور الأمل، ليتذوق طعم السعادة الذي افتقده بسبب الذنوب. إن هذا المذنب يحتاج إلى يد حانية وقلوب رحيمة تعرف قدر ما يعانيه من شدة الابتلاء وضعف الهمة وفقد العزيمة. إننا نعني بالترفق بالمذنبين أن ننتشلهم من بحور الآثام المظلمة وضيق الصدور وفقدان السعادة إلى سعادة الدارين وانشراح الصدور وابتسامة المستقبل المضيء. إننا نعني بالترفق بالمذنبين أن نحسن الإنكار عليهم وأن نقيم أمر الله فيهم دون غلظة أو قسوة. فالمذنب وإن رأيته مبتسما ضاحكا فهو في الحقيقة هروب من الحقيقة التي تعيش في داخله، وهو أنه استجمع هم الدنيا في داخله، كأنه يحمل في قلبه أثقالا وعلى صدره جبالا يريد الخلاص منها ولا يعرف السبيل. المذنب لعله لم يوفق للهداية بسبب عناد في الرأي أو اتباع للهوى، وقد يكون لين القلب سريع التوجه، ولكن لم يجد من يضيء له الطريق ويحيي في قلبه الفرحة المفقودة. انظر إليه يبكي من دون سبب، يضيق بلا سبب، يكاد يتقطع قلبه كمدا. تقول له لماذا؟ يقول لا أدري. ولكن أتدرون لماذا كل هذا الهم؟ إنها الذنوب والمعاصي. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق. إن بعض المذنبين ألهاهم طول الأمل وأمان المغفرة والاعتماد على سعة رحمة الله عن الإقلاع عن الذنوب، حتى كبلتهم الذنوب والمعاصي وأردتهم، فهاهم محاصرون يأملون الخلاص ويرقبون النجاة.
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن أقواما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. وقال يحيى ابن معاذ رحمه الله تعالى: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل. فيا أيها المذنب، أفنيت عمرك في اللعب وغيرك فاز بالمقصود وأنت منه بعيد، غيرك على الجادة وأنت من الشهوات في أوجال وتنكيد. ترى متى يقال فلان استقال ورجع؟ يا له من وقت سعيد، لو عاينت قلق التائبين وتململ الخائفين من هول الوعيد. جعلوا قرة أعينهم في الصلاة والزكاة والتزهيد، وأهل الحرمان ضيعوا الشباب في الغفلة والشيب في الحرص والأمل المديد. فيا أيها المذنب، لا بالشباب انتفعت ولا عند المشيب ارتجعت، يا ضيعة الشباب والمشيب. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها بعد. أيها المذنب، إياك واحتقار الذنب، فإنه من الأسباب المردية والسبل المهلكة، ولا يزال المرء يرتكب الذنب بعد الذنب حتى يغضب ربه فيسود قلبه ولا يوفق لتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي نحاه بيده. يقول العلماء: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. السبب في ذلك أن قلب المؤمن منور، فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه. والحكمة من التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه، بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة. وحاصله أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان، فلا يأمن العقوبة بسببها، وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة، يستصغر العمل الصالح ويخشى من صغير عمله السيء. وإن الفاجر يرى ذنبه سهلا لا يعتقد أنه يحصل بسببه كبير ضرر، كما أن ضرر الذباب عنده سهل وكذا دفعه عنه. لذا فإن قلة خوف المؤمن من ذنوبه دليل على فجوره، والحكمة من تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب كون الذباب أخف طير وأحقره، وهو يعاين ويدفع بأقل الأشياء. فإياك واحتقار الذنب، تقول هذا صغير، فإن الصغار يجتمعن حتى يصرن كبارا. ولعل هذه الذنوب تقيد صاحبها وتكبله عن التوبة حتى يختم له بسوء. وكم من إنسان ختم له عند موته بما كان يقترف في حال حياته. لقد بكى سلف الأمة سوء الخاتمة، وهم أصلح الناس حالا وأقومهم سلوكا وأكثرهم عبادة وأشدهم إيمانا.
بكى الحسن البصري عند موته، فقيل له: هذا خوف من الموت؟ قال: لا، ولكن تذكرت قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبكى سفيان الثوري رحمه الله ليلة حتى الصباح، فلما أصبح قيل له: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي سوء الخاتمة. فإذا كان هذا حالهم مع طاعتهم واستقامتهم، فكيف حالنا مع ذنوبنا وتقصيرنا؟ فلا تقتر بذنب أن تقول هذا صغير، فلعل الصغير أن يكون سبب الهلاك. البحث عن استعادة المفقودة. بعض المذنبين يظن أنه بارتكابه للذنوب سيتوصل إلى السعادة المفقودة، والتي طالما بحث عنها في جوانب قلبه فأعياه البحث والتنقيب دون أن يصل إلى نتيجة. لقد اختلفت نظرة الناس لمعنى السعادة والسبل التي توصل إليها، وكم من إنسان يحسد آخر على شيء يظنه مصدرا للسعادة، ولا يعلم أن ذلك الشخص يعيش في قمة الشقاء والبؤس. فهل السعادة في الشهرة؟ أم هي في المال؟ أم في الملك؟ أم في الزوجة والأبناء؟ أم في السفر والرحلات؟ هذه هي السعادة في تصور الكثير، ولكن هل هذا صحيح؟ اسمعوا، سأذكر لكم مثالا واحدا يبين لكم خطأ هذا التصور. يقول الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الراحل في كتابه مهنتي كملك، في كلمة له حول السعادة، يقول: إنني أعتقد بأن من العسير جدا إدراك السعادة في هذه الدنيا، سواء كان المرء ملكا أم إنسانا عاديا. ما هي السعادة بالنسبة للأغلبية العظمى من الناس؟ إنها الحصول على عمل مغر ممتع وعلى راتب جيد وأسرة لطيفة تستعذبها النفس، والقيام بالرحلات من وقت إلى آخر، وأن يكون للمرء بعض الأصدقاء، وأن يساعد الناس ويساعده. يقول: لقد نلت كل هذا، وما زال كل ذلك في متناول يدي، ولكن هل يعني هذا حقا أنني سعيد؟ لا أعتقد ذلك. نعم، لقد كانت حياتي خصبة مليئة، ولربما لم يعرف مثلها إلا القليل من الناس. لقد عرفت السراء والضراء، ولعل الضراء رجحت على السراء، وعاينت لحظات في غاية الشدة، ومرت بي فترات في أقصى درجات الضيق، ومرت بي أوقات كنت أشعر فيها بأنني في منتهى العزلة، وعرفت الحداد والأحزان، والنادر من الفرح، والقليل من السعادة. انظروا، هذا ملك من ملوك الدنيا. يقول: لقد عرفت كل ما يمكن أن يعرفه كائن بشري: الجوع والعطش والإذلال والهزيمة، والنادر من اليسار والبحبوحة، والقليل من السلام والراحة والابتهاج. إن حياتي الخاصة والعائلية غير منظمة، فأعباء الدولة تحول بيني وبين أن أكون لهذه الكائنات الإنسانية العزيزة الغالية بالقدر الذي أرغب وأتوق إليه، ولطالما اضطررت أن أخيب آمالهم في الوقت الذي ينتظرونني فيه لتناول طعام الغداء معي، فأحتبس نفسي مع زائر أجنبي أو سياسي أردني، ثم في حوالي الساعة الرابعة أو الخامسة بعد الظهر أطلب بعض الشطائر لآكلها وأنا منهمك في عملي. أما في المساء فإنني أغادر مائدة العمل
في الساعة الثامنة أو التاسعة، ويكون أولادي عندها قد استسلموا إلى الرقاد، وتبقي في انتظار زوجتي وأولادي ليمنحوني الحرارة التي افتقدتها والتي أشعر أنني في مسيس الحاجة إليها. انتهى كلامه. إنها كلمات في منتهى الصدق مع الذات. وكم من إنسان يحسد الملوك والحكام وأرباب الأموال على ما عندهم، فهل علمت حالهم؟ إن السعادة الحقيقية هي في الإقبال على الله ولزوم طاعته، مع أخذ النصيب من الدنيا وجعلها بلاغا للآخرة. إن أصحاب الاستقامة هم السعداء حقا وهم الملوك حقا. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: نحن والله الملوك الأغنياء، نحن الذين قد تعجلنا الراحة في الدنيا، لا نبالي على أي حال أصبحنا وأمسينا إذا أطعنا الله عز وجل. وتأملوا هذا الكلام النفيس للإمام ابن القيم، والذي يذكر فيه حقيقة السعادة ويصف فيه حال أحد السعداء بما لا مزيد عليه في الوصف. يقول رحمه الله تعالى: والإقبال على الله والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. انظر، إنسان مسجون، ولكن لأنه لما حبس تفرغ للعلم والعبادة وتواصل في قلبه مع ربه سبحانه وتعالى، فبلغ منتهى السعادة. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله أن يقول. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه العلم والتفرغ للعبادة، وظاهره الاشتغال بالدنيا والانهماك في ملذاتها. وعلم الله، يقول ابن القيم، وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيش منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نسمع كلامه حتى يذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها.
وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرب. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. فكلما زاد إيمان الإنسان أحس بهذا الإحساس العظيم. وانظر إذا عملت في يوم بعض الأعمال الصالحة من صلاة خاشعة وصلة للرحم وصدقة لإنسان ومساعدة لضعيف، تجد في نهاية الوقت لذة تجد حلاوتها على لسانك. يقول ابن القيم: فمحبة الله ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو هم العبد هو جنة الدنيا، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة عينه بالله، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرة. فيا أيها الأخ الحبيب، أقبل إلى السعادة الحقيقية. لا تعي نفسك بالبحث وهي أمام عينيك، لا تفوت على نفسك الفرصة وهي بين يديك. أقبل إليها وخذها قبل فوات الأجل وانصرام الليالي والأيام. بشائر التوبة. أيها الأخ الحبيب، ألا ترى أفواج التائبين مقبلة؟ أما تساءلت لماذا تابوا؟ أما تساءلت لماذا رجعوا؟ لقد سئموا من حياة البؤس والشقاء والهم والعناء، فها هم تراهم يهربون إلى دير الخلوة، هروب الخائف إلى دار الأمان. لهم في سحر الليل تأنس بمدامع الأجفان، عيونهم تجري كالطوفان، ولأقدامهم في الدجى جولاء. لماذا لا تكون في ركبهم؟ ما الذي يصدك؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لا تجعل الذنب حائلا بينك وبين التوبة، بل اجعله دافعا لك للسير قدما نحو التوبة لتنال رضا خالقك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه، وندمه عليه مفتاح توبته، ولا يزال العبد يهتم بالذنب حتى يكون أنفع له من بعض حسناته. واعلم أنك تتعامل مع رب الرحيم يغفر الذنب ويستر العيب، يفرح بتوبتك إذا تبت ويقبل عليك إذا أقبلت. واجعل معرفتك برحمته مدخلا لك إلى التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فيا أخي أقبل، لا تجعل الذنوب حائلا بينك وبين الإقبال على ربك وخالقك. قد تتوب وتقلع عن الذنب ثم تضعف وترجع، فلا تستسلم. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي يبين لك سعة رحمة الله وعفوه. يقول صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. فإذا تبت إلى الله وعزمت على عدم العودة إلى ما كنت تقترف ثم ضعفت، فلا يحجبك هذا الذنب عن التوبة، بل قم لربك سائلا متضرعا أن يمن عليك بالتوبة النصوح التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. واعلم أن صاحب البصيرة إذا وقع في الذنب نظر إلى أمور، منها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيعترف بكون هذه الخطيئة ذنبا ويقر على نفسه بالخطأ، كما أنه يحدث له خشية وخوفا يحمله على التوبة، كما أنه ينظر إلى تمكين الله له من الذنب ولو شاء لعصمه منه، فيحدث له ذلك معرفة حكمة الله وعفوه وحلمه. ثم إن عرف الإنسان عز سيده ومولاه كان الاشتغال بالله عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. ثم حري بالإنسان أن يعرف حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب، ولو شاء لعصمه وحال بينه وبين الذنب، ولكنه خلى بينه وبين الذنب لحكم عظيمة. أولا لأنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، ولمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب، ثم إن كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة. ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته توبة عبده ابتلاه بالذنب. قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. كما أن العبد حين الوقوع في الذنب يعرف حاجته إلى حفظ الله وصيانته، وأنه إن لم يحفظه الله فهو هالك ولا بد، والشياطين قد مدت أيديها إليه تمزقه كل ممزق. كما أن الله يريد من عبده تكميل مقام الذل والانكسار، فإن العبد إن رأى صلاح نفسه أخذه الغرور وشمخ بأنفه وظن بنفسه الظنون، فإذا وقع في الذنب وابتلاه الله به فصاغرت عنده نفسه وذلت وتيقن أنه ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. انظروا ما هي الفائدة العظيمة من هذا الذنب. ولذا فإن في وقوعه في الذنب تعريفا له بحقيقة نفسه وأنها الخطاءة الجاهلة، وأن كل ما فيها من علم أو عمل أو خير فمن الله من به عليه لا من نفسه. وفي وقوع العبد بالذنب يعرف سعة رحمة الله، فإنه لو شاء لعاجله على الذنب ولهتكه بين عباده فلم يصق له معهم عيش. إذا وقع في الذنب نظر إلى ستر الله وجميل ستره، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لهتكه وهو مقيم على ذنبه وفضحه بين الناس، فكيف يطيب عيشه بينهم بعد ذلك. كما أنه يعرف كرم ربه في قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته،
وأنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفو الله ومغفرته. ومن الحكم التي يجب أن يتلمسها الواقع في الذنب أن يعامل عباد الله في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به، فمن عفا عفى الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه، فإن الجزاء من جنس العمل. فالذي ينبغي للمذنب أن يعمل بذنوب الخلق معه ما يحب أن يصنعه الله بذنوبه، ويقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم مع إقامة أمر الله فيهم، فيقيم أمر الله فيهم رحمة لهم دون قسوة وفظاظة عليه. ومن الفوائد والحكم التي يجنيها الواقع في الذنب إن تاب أن يعريه الله جل وعلا من رداء العجب بعمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد العجب. ومن وقع في الذنب علم ما يعانيه المبتلون بالذنوب، فيتعامل معهم بشيء من الرحمة، فإن من تربى بالعافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار العافية. فإن الإنسان إذا عانى من الذنب علم شدة الذنوب وصعوبة الخلاص منها، فتصرف مع المذنبين بشيء من الرقة رجاء هدايتهم لعلمه بما يقاسونه وأنهم ذاقوا ما ذاقه بنفسه من قبل. كما أن من حكم الوقوع في الذنب أن يذيق الله سبحانه وتعالى عبده ألم البعد عنه بارتكاب الذنب، فإذا رجع بعد الذنب وجد حلاوة في قلبه وفرحا وسرورا بتوبة الله سبحانه عليه. ومن الحكم أن العبد إذا أذنب وشاهد إساءته مع نعم الله المسداة الوافرة عليه علم أن ما وصل إليه كثير بالنسبة لمذنب مسيء مثله، فاستقل الكثير من عمله كائنا ما كان. ومن ذلك اختبار العبد هل يصلح للعبودية أم لا، لأنه إذا وقع في الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب ووقعت الوحشة، فإن كان صالحا للعبودية لله اشتاقت نفسه لربه، فتراه متضرعا متخشعا يأمل التوبة ويشتاق للقرب من ربه وخالقه. ومن فوائد الوقوع في الذنب أن ينسيه الله طاعته ويشغله برؤية ذنبه، فلا يزال نصب عينيه، فإن الله إن أراد بالعبد خيرا سلب منه رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار عنها بلسانه، وشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة. ولذا قال بعض السلف: إنما تقبل من الأعمال ما رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. وقال بعض السلف: إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قيل: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، إذا ذكرها ندم وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها ويمن بها ويعتد بها ويتكبر بها حتى يدخل النار. وبهذا يكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف الله والحياء منه، وتنكيس الرأس خجلا باكيا نادما مستقيلا لربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له كبرا وازدراء للناس ورؤيتهم بعين الاحتقار. كما أن من الحكم المترتبة على الوقوع في الذنب أنها توجب للمذنب الإمساك عن عيوب الناس، فإن من اشتغل بعيوب نفسه أمسك عن عيوب الناس، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ
لعيوب الناس. وفي أخبار التائبين عبرة: أيها التائب، إن لك في قصص التائبين عبرة، تأمل قصصهم وانكسار قلوبهم ودموع أعينهم، ترى دموعا تسح من المآقي أسفا على ذنوب الماضي وفرحا بحياة الحاضر حين ذاقوا لذة التوبة. قال أحدهم: كنت صغيرا فيما كنت أسمع صوت أبي في صلاته الطويلة التي طالما كنت أقف متعجبا من طولها، خاصة عندما يحلو النوم أيام الشتاء الباردة، أتعجب من نفسي وأقول: ما أصبره، كل يوم هكذا، شيء عجيب. لم أكن أعرف أن هذه هي راحة المؤمن، كبرت وكبر معي بعدي عن الله، على الرغم من النصائح التي كنت أسمعها بين الحين والآخر. عينت بعد تخرجي في مدينة غير مدينتي، ثم تم توجيهي للعمل في مراقبة الطرق السريعة وأطراف المدينة للمحافظة على الأمن، وكنت عسكريا. كان عملي متجددا وعشت مرتاحا، ولكن عشت مرحلة متلاطمة الأمواج تتقاذفني الحيرة في كل اتجاه لكثرة فراغي وقلة معارفي. بدأت أشعر بالملل، وفي ذات يوم، وكان يوما مميزا، وفي أثناء عملنا توقفت أنا وزميلي على جانب الطريق نتجاذب أطراف الحديث. فجأة سمعت صوت ارتطام قوي، أدرنا أبصارنا فإذا بها سيارة مرتطمة بسيارة أخرى كانت قادمة من الاتجاه المقابل. هبينا مسرعين لمكان الحادث لإنقاذ المصابين. حادث لا يكاد يوصف، شخصان في السيارة في حالة خطرة، أخرجناهما من السيارة ووضعناهما ممددين، أسرعنا لإخراج صاحب السيارة الثانية الذي وجدناه فارق الحياة. عدنا للشخصين فإذا هما في حال الاحتضار، هب زميلي يلقنهما الشهادة: قولوا لا إله إلا الله، لكن أصواتهما ارتفعت بالغناء. أرهبني الموقف، وقفت منصتا لم أحرك ساكنا شاخص العينين، لم أرى في حياتي موقفا كهذا، بل قل لم أرى الموت من قبل وبهذه الصورة. أخذ زميلي يردد عليهما كلمة الشهادة وهما مستمران في الغناء لا فائدة. بدأ صوت الغناء يخفت شيئا فشيئا، سكت الأول، تبعه الثاني، لا حراك، فارق الدنيا. حملناهما إلى السيارة وزميلي مطرق لا يتكلم، سرنا مسافة بصوت مطبق. قطع هذا الصمت صوت زميلي فذكر لي حال الموت وسوء الخاتمة، وأن الإنسان يختم له بخير أو بشر، وهذا الختام دلالة لما كان يعمله في الدنيا غالبا. وذكر لي القصص الكثيرة في ذلك. خفت من الموت واتعبت من الحادثة، وصليت ذلك اليوم صلاة خاشعة، ولكن نسيت هذا الموقف بالتدريج. بدأت أعود إلى ما كنت عليه وكأني لم أشاهد الرجلين وما كان منهما، ولكن للحقيقة أصبحت لا أحب الأغاني كسابق عهدي، ولعل ذلك مرتبط بسماعي لغناء الرجلين حال احتضارهم. ومن عجائب الأيام، بعد مدة تزيد على 6 أشهر حصل حادث عجيب.
شخص يسير بسيارته سيرا عاديا وتعطلت سيارته في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة، نزل من سيارته لإصلاح العطل في أحد العجلات، عندما وقف خلف سيارته لكي ينزل العجلة السليمة جاءت سيارة مسرعة وارتطمت به من الخلف، سقط مصابا إصابات بالغة. حضرت أنا وزميل لي غير الأول وحملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله، شاب في مقتبل العمر متدين يبدو ذلك من مظهره. عندما حملناه سمعناه يهمهم ولسرعتنا في سرعة حمله لم نميز ما يقول، ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا سمعنا صوتا مميزا، إنه يقرأ القرآن وبصوت ندي: سبحان الله، لا تقول هذا مصاب. الدم غطى ثيابه وتكسرت عظامه، بل هو على ما يبدو على مشارف الموت. استمر يقرأ بصوت جميل يرتل القرآن. لم أسمع في حياتي مثل تلك القراءة، كنت أحدث نفسي وأقول سألقنه الشهادة مثل ما فعل زميلي الأول، خاصة وأن لي سابقة خبرة كما أدعي. أنصت أنا وزميلي لسماع ذلك الصوت الرخيم، أحسست أن رعشة سرت في جسمي وبين أضلعي، فجأة سكت ذلك الصوت. التفت إلى الخلف فإذا به رافع إصبع السبابة يتشهد ثم انحنى رأسه. قفزت إلى الخلف لمست يده قلبه أنفاسه، لا شيء، فارق الحياة. نظرت إليه طويلا، سقطت دمعة من عيني أخفيتها عن زميلي. التفت إليه وأخبرته أن الرجل قد مات. انطلق زميلي في البكاء، أما أنا فقد شهقت شهقة وأصبحت دموعي لا تقف. أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثرا. وصلنا المستشفى، أخبرنا كل من قابلناه عن قصة الرجل. الكثيرون تأثروا من حادثة موته وذرفت دموعهم. أحدهم بعدما سمع قصة الرجل ذهب وقبل جبينه. الجميع أصروا على عدم الذهاب حتى يعرفوا متى يصلى عليه ليتمكنوا من الصلاة عليه. اتصل أحد الموظفين في المستشفى بمنزل المتوفى، كان المتحدث أخوه، قال عنه إنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية. كان يتفقد الأرامل والأيتام والمساكين، كانت تلك القرية تعرفه، فهو يحضر لهم الكتب والأشرطة الدينية. وكان يذهب وسيارته مملوءة بالأرز والسكر لتوزيعها على المحتاجين، وحتى حلوى الأطفال لا ينساها ليفرحهم بها. من الغد قص المسجد بالمصلين، صليت عليه مع جموع المسلمين الكثيرة، وبعد أن انتهينا من الصلاة حملناه إلى المقبرة. أدخلناه في تلك الحفرة الضيقة، بدأنا نهيل التراب عليه. استقبل أول أيام الآخرة وكأني استقبلت أول أيام الدنيا. تبت مما عملت، عسى الله أن يعفو عما سلف وأن يثبتني على طاعته وأن يختم لي بخير وأن يجعل قبري وقبر كل مسلم روضة من رياض الجنة. أيها التائب، ولا يصدنك عظم الذنب عن الإقبال على خالقك، فإن الله لا يتعاظمه ذنب، ولهو أرحم بك من أمك التي ولدتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات. وإذا تذكرت عظم ذنبك فاعلم أن رحمة الله أعظم، فأقبل عليه بصدق وأخلص له بالتوبة يفتح لك آفاق الخير. فما لجأ عبد لله فخيب الله ظنه، وما استغاث عبد بخالقه فتخلى الله عنه. كيف وهو القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء. فكم من مذنب اقترف الفواحش والآثام والجرائم العظام ثم تاب إلى ربه وخالقه فبدل الله خوفه أمنا وذله عزا ووحدته أنسا وبغض الخلق له محبة وثناء. فيا لله لجمال التوبة، ويا سعادة من وفق إلى سلوك طريقها فلحق بركب السعداء وخلص من رق الهم والشقاء. واعلم أن للتوبة المقبولة علامات، منها أن يكون العبد بعد التوبة خيرا مما كان قبلها، وأن يبقى الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل إذا جاءوا لقبض روحه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهنا يزول الخوف. ومن علاماتها انخلاع القلب وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. ولذا قال سفيان بن عيينة في قوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة يوجب انصداع القلب وخوفه وانخلاعه، وهذا هو حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء العاقبة. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط منه حسرة وخوفا تقطع قلبه في الآخرة إذا حقت الحقائق وإذا عاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. ومن علامات التوبة كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بتدريب ولا بترويض، إنما هي أمر وراء ذلك كله، تكسر القلب كسرة بين يدي الرب، كسرة تامة تحيط به من جميع جهاته وتلقيه بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد جان فر من سيده فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا غناء ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضا سيده عنه، مع علمه بإحاطة سيده بتفاصيل جنايته وذنوبه، هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وذله وقوة سيده وعزته. فيجتمع له في هذه الأحوال كسرة وذل وخضوع ما أنفعها للعبد وما أزدى عائدتها عليه وما أعظم صبره بها وما أقربه من سيده. فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يدي الله والاستسلام له. قال يحيى بن معاذ علامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس عند كل همة. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال أسألك بعزي وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته وخضع لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. أيها المسلمون، ومن تمام الرفق بالمذنبين أن لا نحتقر أعمالهم التي يعملونها في أبواب الخير. فقد يذنب الإنسان
وقلبه عامر بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دافع للصالحين أن يجتهدوا مع مثل هذا في دلالته على سبل الخير وطرق الصلاح. ألم تسمعوا إلى قصة عبد الله الحمار؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب أي الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وهذا أبو محجن الثقفي رضي الله عنه كان يشرب الخمر، ولطالما جلد لأجل ذلك، وفي غزوة القادسية شرب الخمر فحبسه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان قائد المعركة يومئذ. وقد أصيب رضي الله عنه بعرق النساء أي سعد، فلا يستطيع ركوب الخيل، فلما اشتد القتال بالمعركة ونال الكفار من المسلمين، وأبو محجن يراقب ذلك كله وهو موثق بقيوده، ثاقت نفسه إلى الجهاد، فأتى إلى سلمى بنت حفصة امرأة سعد فقال: يا بنت آل حفصة، هل أدلك إلى خير؟ فقالت: وما ذاك؟ قال: تخلين عني وتعيريني فرس سعد، فلله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في قيدي. فقالت: ما أنا وذاك. فرجع يرفل في قيوده وهو يقول: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقناة، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصاريع دوني، قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، فقد تركوني واحدا لا أخاليا، فلله عهد لا أخيس بعهده، لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فقالت سلمى: إني استخرت الله ورضيت بعهدك. فأطلقته وأعطته البلقاء فرس سعد، فاقتاد الفرس فأخرجها من باب القصر فركبها، حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر، ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين، ثم رجع من خلف المسلمين، ثم بدر أمام الناس وجعل لا يحمل على رجل حتى يقتله ويدق صلبه، وكان يقصف الناس ليلة إذ قصفا منكرا، وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه ولم يروه من النهار، فنظر إليه سعد وجعل يتعجب ويقول: من ذاك الفارس؟ فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى هزمهم الله، ورجع أبو محجن ورد السلاح وجعل رجليه في القيود كما كان. فجاء سعد فقالت له امرأته: كيف قتالكم؟ فجعل يخبرها ويقول: لقينا ولقينا، حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق، فلولا أني تركت أبا محجن في القيود لقلت إنها بعض شمائل أبي محجن. فقالت: والله إنه لأبو محجن، كان من أمره كذا وكذا، وقصت عليه قصته، فدعا به فحل قيوده وقال: أرجو ألا نجلدك على الخمر أبدا. فقال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها أبدا. إن هؤلاء النفر بالرغم ما وقعوا فيه من الذنب، إلا أن قلوبهم كانت عامرة بحب الله ورسوله وحب الخير وسبله، لكن قد أعياهم الذنب، فلما علم الله ما في قلوبهم من الخير وفقهم للتوبة. فليكن لنا فيهم عبرة، وعلينا ألا نحتقر توبة أحد من الناس إذا اتضح صدقها وحسن إسلامه واستقامته، ولا يقودنا ما نعرفه عنه من الذنوب السابقة إلى تحقيره، فلربما تاب الإنسان توبة تبلغ به عنان السماء وآفاق المجد. فعن بريدة رضي الله عنه قال: إن ماعز ابن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،
إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: أما لا فاذهبي حتى تلدي. قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فارضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد ابن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. وفي رواية قال عمر: يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم. وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ أيها القائم على الذنب، سارع إلى التوبة، ولا يصدنك عن التوبة قرناء السوء ودعاة الضلالة. فإن بعض الناس يكون له ذنوب سابقة فإذا تاب منها اتصل به قرناء السوء مهددين، أو أن تشهر هذه الذنوب على مرأى من الناس. وانظر على سبيل المثال إلى حرب أولياء الشيطان وحزبه لمن تاب من المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، فإنهم يطرحون أسوأ إنتاجهم السابق في الأسواق للضغط عليهم وإشعال جدوة الحرب النفسية. لكن اعلم أن الله مع المتقين، وهو ولي التائبين وناصرهم، لا يخذلهم ولا يتخلى عنهم. وما أقبل امرئ على ربه فخذله، فإن علم منه صدقا سرعان ما يبدل ذمه مدحا وحزنه فرحا وصورته المشوهة إلى صورة ناصعة بيضاء مشرقة ليس فيها شائبة. أليست القلوب بين يدي الرحمن؟ وكلما حسن المرء ظنه بربه فلن يخيب الله رجاءه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وقال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فيا إخوان الغفلة تيقظوا، يا مقيمين على الذنوب انتهوا واتعظوا. فبالله أخبروني، من أسوأ حالا ممن استعبده هواه؟ أم من أخسر صفقة ممن باع آخرته بدنياه؟ فما للغفلة شملت قلوبكم، وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم. أما ترون صوارم الموت بينكم لامعة، وقوارعه بكم واقعة، وطلائعه فيكم طالعة، وفجائعه لعذركم قاطعة، وسهامه فيكم نافذة، وأحكامه بنواصيكم آخذة؟ فحتام وإلام وعلام التخلف والمقام، أتطمعون في بقاء الأبد؟ كلا والواحد الصمد، إن الموت لبالرصد لا يبقي على والد ولا ولد. فجدوا رحمكم الله في خدمة مولاكم، وأقلعوا عن الذنوب لعله يتولاكم. نسأل الله أن يرزقنا التوبة الصادقة الناصحة، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا في من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ارزقنا الميتة الحسنة، واختم لنا بالصالحات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عاملنا بجميل سترك، اللهم عاملنا بجميل سترك، اللهم عاملنا بجميل سترك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك ومن عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.